السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، أتمنى لكم ألف خير إن شاء الله. موسم فلاحي ممتاز بحول الله. اليوم نحن أمام شجرة الأفوكادو. الشجرة التي أمامكم فهي من صنف هاس. قد تبدو لكم بأنها بحالة جيدة، ولكن تظهر عليها بعض العلامات على أنها تحتاج إلى تحفيز على مستوى الأسمدة. فلو أن لونها أخضر إلا أنه فاتح نوعا ما، وبالتالي فإنها تحتاج إلى عنصرين مهمين، ألا وهما الأزوت كمادة كبرى لتنمية المستوى الخضري، وكذلك الحديد. بما أن الأرض أو التربة على مستوى المغرب وأغلب البلدان العربية فهي قاعدية، وبالتالي فإن نقص الحديد يحدث غالبا نظرا لعدم استجابة عنصر الحديد في التربة. إذن سنقوم بتحفيز هذه الشجرة بسماد الحديد على الأقل مرتين في السنة، على الأقل ودون إفراط ودون تفريط. أما التسميد الأزوتي والتسميد المركب من فوسفور وبوتاسيوم، تركيبة 20-20-20 زائد مواد صغرى تقريبا كل 10 أيام. إذن كما تشاهدون أمامي لدي عنصرين، هذا السماد مذاب في الماء، يحتوي على 11% من الأزوت، عفوا 20% من الأزوت و 20% من الفوسفور و 20% من البوتاسيوم، يعني سماد مركب، ويحتوي كذلك على مواد صغرى. دون أن نغفل العنصر الأساسي هو الكبريت الذي يؤدي إلى تحلل هذه المواد في التربة القاعدية. فالكبريت عنصر مهم يقوم بتخفيض البي اتش. والعنصر الثاني فهو عنصر صغير، الا وهو الحديد. الحديد الذي امامكم فهو حديد مخلبي ايدها، ولو انه مخلبي يعني ستقوم التربه بالاستجابه له، اقوم بالمساعده بالقليل من حمض النتريك. اذا ساخذ القليل من الحديد والقليل كذلك من السماد المركب، ثم اقوم بتخفيفه بالماء. يستحسن ان يكون الماء قد مر في الحوض المائي، ألا يكون من البئر مباشرة. إذن الإخوان الأخوات، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي من هذا الفيديو، وموعدنا إن شاء الله في فيديو آخر. أنا راه لإشارتكم لأي استفسار حول شجرة الأفوكادو أو الأشجار المثمرة الأخرى. لا تنسونا بالاشتراك في القناة وكذلك الدعم باللايكات والتعليقات، ولكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.